السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ شابتر 6. احنا كنا اتكلمنا عن الدائرة الهيدروليكية عبارة عن خزان فلويد بايب لاينز بعدين بامب بعدين اكتويتورز كنترول فالف اكسسوار، 7 مكونات. خدنا الخزان، خدنا الفلويد، خدنا البايب، بعدين خدنا البامب، وخدنا كمان الاكسسوارز، ركزنا على الاكيوميليتور، وخدنا في الاخر خالص جزء اسمه اخر جزء عندنا بعد الاكيوميليتورز هناخد الكنترول فالف. كنترول فالف دي عباره عن جزء بنتحكم فيه بالدايره، والتحكم عندنا بنتحكم في 3 حاجات: بنتحكم في اتجاه الفلو، بنتحكم في ضغط الفلو، بنتحكم في كميه الفلو. 3 ارقام عندنا: اتجاه الفلو رايح فين، عايز اعمل السلندر اكستنشن ولا ريتراكشن، الضغط بتاع الفلويد بتاعنا بكام، يطلع من الترومبه ضغطي يشغل الاكتويتور اللي عندي، وبعدين كمان عندنا كميه الفلو اللي ماشيه في الدايره عندنا بكام. فنبدا شابتر 6 بيتكلم عن الدايركشن كنترول فالف، صمام التحكم في الاتجاه. صمام التحكم في الاتجاه، ادي الدايره اللي عندنا، عندنا عربيه عايزين نكسرها، فنروح نجيب سلندر نحط فيها بيستون ونرد عشان نكسر العربيه. السلندر دي لازم يكون قبل منها كنترول فالف، هو ده الكنترول فالف، الترومبه اللي هتشغل الفلويد. ترومبه بيشتغل بالالكتريك موتور، تسحب الفلويد تدخله على السلندر، نكسر العربيه، وبعدين كل الفلويد دخل على السلندر خلاص. لو انت سبت الدايره كده اللي هيحصل، الترومبه ما زالت شغاله، وطالما انها ما زالت شغاله يعني الفلويد داخل السلندر، وعمالين نرفع في الضغط اللي عندنا بتاع الفلويد ده. فلو انت كملت شغل كده هتلاقي السلندر بتاعتنا اتكسرت. سلندر اتكسرت يعني ايه؟ يعني ان الضغط بتاع البمب هو ضغط عالي جدا، عشان كده الضغط ده مش لاقي انفس يروح فيه، فيضطر يكسر السلندر اللي عنده. امال المطلوب ايه؟ المطلوب انك بعد ما تكسر العربيه تخلص من الضغط اللي عندنا ده، تخلص منه بصمام هنا اسمه ريليف فالف، صمام تنفيذي. عديت المهمه خلاص، الفلويد بعد ما يؤدي المهمه يخش في الصمام التنفيذي عشان يرجع للتانك تاني، ده اسمه صمام تنفيذي. وظيفه التحكم في ضغط الدايره، ما يزيدش ضغط الدايره عن الضغط اللي انا محتاجه عشان اكسر بيه العربيه اللي عندنا. وبعدين بس كده عايز ارجع سلندر الناحيه الثانيه، فاحط لها صمام تحكم في الاتجاه. هو الصمام ده اللي يخلي البيستون يتحرك في الاتجاه ده، شوط اسمه الاكستنشن، او البيستون يرجع تاني شوط تاني اسمه الريتراكشن. وبعدين بعد ده عندنا الصمام الثالث، كميه الفلو اللي داخله السلندر ده، فلتر الاول ده فلتر، وبعدين ده كميه الفلو زي حنفيه بس بتحكم في كميه الفلو. يبقى الدايره محتاجه 3 صمامات: صمام للتحكم في الضغط، مش عايز الضغط يزيد عن القيمه اللي انا عاوزها، صمام للتحكم في الاتجاه، عايز السلندر تروح يمين ولا تروح شمال، صمام التحكم في كميه الفلو عباره عن محبس يحكم كميه الفلو. 3 صمامات لازمين في الدايره مينيمم: صمام التحكم في الضغط ما يزيدش الضغط عن كميه معينه، صمام التحكم في الاتجاه اكستنشن ولا اتراكشن، صمام التحكم في كميه الفلو اللي هتخش السلندر. هم دول الـ3 انواع من الصمامات اللي عندنا اللي احنا بنستخدمهم في الدايره اللي عندنا. تعال بقى نشوف كده، لو انت عندك دايره، هي دي الدايره اللي عندنا، دي السلندر، ده صمام التحكم في الاتجاه، ده صمام التحكم في كميه الفلو، ده صمام التحكم في الضغط. فالسلندر بتاعتنا بنرسمها كده في الدايره الهيدروليكيه، ده شكل السلندر اللي عندنا. الصمام بتاع التحكم في الاتجاه بيترسم كده، ان الفلويد هيعدي من هنا يخش الناحيه دي ويرجع تاني يروح التانك اللي عندنا. ده صمام التحكم في كميه الفلو، اورفيس لو انت خدت معمل ولا حاجه، اورفيس ده بنتحكم في كميه الفلو، والسهم ده معناه ادجستبل. ادجستبل يعني اظبط الاورفيس على فتحه محدده يديك كميه فلو محدده. ده رمز الفلتر اللي عندنا، ده رمز الجهاز اللي عندنا بتاع الضغط. الفلويد داخل من هنا ده كده مقفول، مقفول لان الفتحه دي مش متصله بالفتحه دي. طالما السهم ده مترحل كده يبقى مفيش اتصال، وطالما مفيش اتصال معناها ان الصمام ده مقفول. طب امتى يتفتح؟ لو انت بصيت للخط الداش لاين اللي عندك ده اهو، معناها ان الضغط هنا،
لو وصل لقيمه محدده يدي اشاره هنا ويقول لك زق السهم الناحيه الثانيه عشان نفتح اسمهم زي ما احنا هنشوف بالتفصيل في الجزء اللي جاي. ده البامب وده الموتور الكهربي وده التانك العجلي. هي دي الدايره الهيدروليكيه كامله. تانك عندنا بامب شغاله بالموتور الكهربي، صمام التحكم في الضغط، في فلتر موجود على الخط بتاع البامب، في صمام التحكم في كميه الفلو، صمام التحكم في الاتجاه، الاكتويتر عباره عن سلندر، والشغلانه بتاعتنا العربيه اللي احنا عاوزين نكسرها. دي هي الدايره اللي عندنا. الهيدروليك كنترول فالف، اما دايركشن كنترول فالف بيتحكم في الاتجاه، او فلو كنترول فالف بيتحكم في كميه الفلو، او بريشر كنترول فالف بيتحكم في كميه في الضغط اللي عندنا اللي خارج من البامب. هنبدا نتكلم في شابتر 6 عن النوع الاولاني، صمام التحكم في الاتجاه. وظيفته ايه صمام التحكم في الاتجاه؟ وظيفته يحدد اتجاه الفلو. طب وحدد اتجاه الفلو ليه؟ عشان هو ده اللي بيشغل الاكتويتر. فالاكتويتر لو كانت سلندر وانت عاوز توديها في شوط الاكستنشن او ترجعها في شوط الريتراكشن، لازم تحط عند مدخل السلندر تحط صمام يحكم لك اتجاه دخول الفلو للسلندر، وبالتالي يحكم لك اتجاه الحركه بتاعه البستون اللي عندنا. يبقى وظيفه الدايركشن كنترول فالف هو كومبوننت بيتحط في الدايره عشان يحرك ناحيه اليمين او يحرك ناحيه الشمال، يتحكم في الاتجاه اللي عندنا. من الدايره اللي قدامك دي هو ده صمام التحكم في الاتجاه. دائما وابدا بيتحط قبل الاكتويتر. صمام التحكم في الاتجاه بيحكم اتجاه الفلو عند دخول والخروج من الاكتويتر، فدايما هو محطوط جنب الاكتويتر او قبل الاكتويتر مباشره. ده هو صمام التحكم في الاتجاه. كده معناه الفلويد الخط الاحمر ده فلويد ذو ضغط عالي، ده اللي جاي من الترمبه. الخط الازرق ده فلويد ذو ضغط منخفض، ده اللي رايح للتانك. ده معناه ان الفلويد بتاع الترمب هيخش من هنا هيزق البستون في شوط الاكستنشن. بينما لو انت غيرت الوضع هتلاقي ان الاحمر ده داخل من هنا هيزق البستون في شوط الريتراكشن. يبقى وظيفه الصمام ياخد وضعين، ياخد وضعين، اما ان يزق البستون في شوط الاكستنشن او يزق البستون في شوط الريتراكشن اللي عندنا. هو ده الصمام اللي عندي. ده الصمام للسلندر، اربع فتحات، فتحه متوصله بالترومبه بي ترومبه، فتحه متوصله بالتانك تي، فتحه متوصله بالفرع اي، فتحه متوصله بالفرع بي. اللي هم الفرع اي وبي دول فرعين الدايره. انت عاوز توصل البامب باي يبقى شوط اكستنشن، عاوز توصل البامب بي يبقى شوط اسمه شوط الريتراكشن. هو ده شكل اللي عندنا. ده التانك، دي البامب، ودول الفتحتين بتوع الدايره اللي عندنا. ده شكل الصمام اللي اسمه الدايركشن كنترول فالف. الدايركشن كنترول فالف بياخد ثلاث اوضاع. ثلاث اوضاع يعني ايه؟ الوضع الاولاني ان الفلويد طالع من البامب هيخش هنا، يبقى ده اسمه شوط الاكستنشن. الوضع الثاني اللي طالع من البامب بيرجع التانك تاني، فاصل الدايره بيسموها هولد. هولد يعني فصلت الدايره على ترومبه، ترومبه بيسموها ترومبه مفوته، ان الفلويد اللي خارج من الترومبه يرجع التانك تاني وملوش علاقه بالدايره اطلاقا. النوع او التوصيله الثالثه او الوضع الثالث ان الفلويد اللي خارج من البامب يخش عشان يعمل شوط الاكستنشن، وفي الحاله دي الفلويد اللي راجع في جميع الاحوال بيرجع على التانك اللي عندنا. يبقى صمام التحكم في الاتجاه اما يعمل شوط اكستنشن او يعمل شوط ريتراكشن او ان هولد يفصل الترومبه عن الدايره تماما. في الحاله دي الترومبه كميه الفلو اللي خارجه من الترومبه بتخش على طول على التانك وملهاش علاقه بالدايره. ده الوضع اللي عندنا اهو. يقول لك انت عاوز الفلويد يمشي الناحيه دي او البيستون يمشي الناحيه دي، هات البامب بالاحمر ضغط عالي ودخل الفلويد من هنا. طب والفلويد الناحيه الثانيه هيرجع يروح التانك اللي عندنا. ده لو انت عاوز تتحكم في هذا الاتجاه. عايز اقلب اقلب التوصيله اللي عندنا. ده هو نفس الصمام، ده هو الفلويد بيجي من الناحيه دي عشان يوصل الدايره اللي عندنا او يطلع للدايره من الناحيه الثانيه. ده شكل الصمام. عندنا اربع انواع من الصمامات، اربع انواع من الصمامات التحكم في الاتجاه. الصمام 2 2، الصمام 3 2،
الصمام 4-2 وبعدين دان ريتيرن فان. دول اربع انواع من صمامات التحكم في الاتجاه. الصمام 2-2 معناها 2 الاولانية يعني فتحتين، الصمام فيه فتحتين. 2 التانية معناه بياخد وضعين، يبقى 2-2 صمام تحكم في الاتجاه بلو فتحتين وبياخد وضعين. طب صمام 3-2 صمام تحكم في الاتجاه له 3 فتحات وبياخد وضعين. طب صمام 4-2 صمام تحكم في الاتجاه له 4 فتحات وبياخد وضعين فقط. اما النظر ترمي فالف فده صمام مهم قوي لما نوصل. تعال ناخده واحد واحد كده. صمام التوجيه 2-2 يعني صمام في فتحتين وكمان بياخد وضعين. ازاي يتم الكلام ده بقى؟ ده جسم الصمام اللي عندي له فتحتين اهو، فتحه متوصله بالبي اللي هو البام وفتحه متوصله بالاي اللي هي الدايره، وكمان عندنا بيستونز بيتحرك حركه زي ما انت شايف كده ومتركبه على سبرينج. ده اسمه صمام 2-2. صمام 2-2 لانه له فتحتين، فتحه متوصله بالبام وفتحه متوصله بالدايره وبس، ما عندناش حاجه ثانيه. طب يشتغل ازاي الصمام ده؟ الصمام ده بياخد وضعين. الوضع الاولاني يا اما البامب مفصوله على الدايره، دايره لوحدها والبامب لوحدها، يا اما البامب متوصله بالدايره، يبقى دول الوضعين اللي عندنا. يبقى الصمام له فتحتين، فتحه جايه من البامب وفتحه رايحه للدايره نفسها. يا اما البامب مفصوله على الدايره زي دي قافله مخرج البامب تماما، يبقى البامب ملهاش علاقه بالدايره. يا اما البامب متوصله بالدايره، يعني هنزق البيستون ده في الاتجاه اللي عندنا ده. لو انت حبيت تبص عليها كده الوضعين بتوعنا هم الوضع ده، ان البامب مفصوله عن الدايره، مخرج البامب مقفول، وفي الحاله دي لما بنرسم الرمز بتاعه يبقى فتحتين هم مش متوصلين ببعض. الوضع الثاني هو الوضع ده اهو، ان احنا زقينا البيستون اللي جوه فالبامب متوصله بالدايره، وبالتالي يبقى الخط واصل بين البامب والدايره. لما بنرسم الصمام ده في الدايره الهيدروليكيه بنجيب الرسمه دي جنب الرسمه دي على اساس ان ده وضعين، اما الصمام متوصل او الصمام مفصول. الصمام متوصل يعني موصل الفلويد اللي خارج من البامب بالدايره، او مفصول يعني مفيش وصل بين الصمام بين البامب وبين الدايره اللي عندنا. ده الرمز اللي احنا بنحطه في الدايره، تقوم تفهم ان الصمام ده له فتحتين وكمان بياخد وضعين، وضع التوصيل بين البامب والدايره ووضع انفصال البامب على الدايره، ده اسمه صمام 2-2 وده قليل الاستخدام. ده البامب متوصله بالدايره على طول وده البامب مفصوله عن الدايره، اسمه 2-2 فتحتين وكمان وضعين، وضع توصيل ووضع انفصال بين البامب وبين الدايره. بنستخدمه في ايه ده؟ باستخدامات واستخدامات بسيطه قوي يكاد يكون مش موجود في السوق، لكن بيستخدم في ايه؟ دي سلندر. السلندر دي شايله وزن وعايز ارفع الوزن لفوق، واروح جايب بامب واروح جايب الصمام اهو اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو 2-2، اقفل الفتحه دي. طالما اقفل يبقى الفلويد لما يخرج من البامب يجي يدخل من هنا ما يدخلش، فيضطر يخش من هنا عشان يرفع الوزن اللي عندنا. يبقى وانت بترفع الوزن لفوق الفلويد هيخش من هنا يخش على السلندر اللي عندنا. طب عايز انزل الوزن لتحت، انزل الوزن لتحت ازاي اذا كانت البامب بتطلع فلويد هنا؟ اقوم اعمل ايه في الصمام ده؟ اروح فاتح الصمام ده، لما افتحه يبقى الفلويد اللي طالع من البامب يروح التانك، يوم الوزن ينزل نتيجه الوزن بتاعه، او الجسم ينزل نتيجه الوزن بتاعه. يبقى دول الوضعين اللي عندنا. ده لما يكون الدايره دي مفتوحه، ان الفلويد اللي خارج من البامب يروح على التانك على طول. في الحاله دي مفيش حاجه تحجب الوزن ده عن النزول فيبدا النزول عندنا. يبقى الوضعين بتوع الصمام، الوضع الاولاني مقفول من هنا فاضطر الفلويد يطلع من البامب عشان يرفع الجسم اللي عندنا، الوضع الثاني مفتوح من هنا فالفلويد يطلع من البامب يخش على التانك والسلندر تنزل نتيجه الوزن اللي موجود عليها لوحدها بدون اي حاجه. ده صمام 2-2. ساعات نستخدمه
في الدايره اللي عندنا دي ان احنا نعمله باي باس نمرر فلو ولا لا، او هي نفس الفكره اللي فاتت البامب بتطلع فلو، عايز تمشيه كده يبقى اقفل الفرع ده، طب انا عايز امشي فلويد كده يبقى انا افتح الفرع ده، وهي نفسها الجزء بتاع المره اللي فاتت. 3 2 ده صمام له 3 فتحات بس بياخد وضعين، الثلاث فتحات اللي عندنا فتحه بامب وفتحه للدايره وفتحه للتانك، 3 فتحات في الصمام، فتحه متوصله بالبامب، فتحه متوصله بالدايره اسمها ايه؟ فتحه متوصله بالتانك، وهو نفس الكلام بتاع المره اللي فاتت. قول لي بقى، اما انك توصل البامب بالدايره، في الحاله دي يبقى التانك مش متوصل الى حاجه، او توصل الدايره بالتانك، وفي الحاله دي البامب بتكون مقفول الطريق بتاعها. يبقى انت عندك 3 2 صمام له 3 فتحات، فتحه للبامب وفتحه للدايره وفتحه للتانك. الوضعين بتوعنا، يا البامب هتشغل الدايره يبقى التانك مفصول، يا اما الدايره هتفرغ الفلويد اللي فيها في التانك يبقى البامب هي اللي مفصوله. تعالى كده نشوف مع بعض كده، ادي الوضعين اللي عندنا اهو. الوضع ده ان البامب بتطلع الفلو عشان تشغل الدايره، يبقى التانك مفيش حد له علاقه بيه. البامب بتطلع الفلو عشان تشغل الدايره. طب واللي فوق؟ قفلنا على البامب والفلويد اللي كان في الدايره هو اللي هيروح التانك. يبقى الوضعين صمام اسمه 3 2 3 فتحات، فتحه للبامب، فتحه للدايره وفتحه للتانك. وكمان وضعين، يا البامب متوصله بالدايره يبقى البامب بتشغل الدايره، يا اما البامب مفصوله والدايره بتفرغ الفلويد اللي عندها الى التانك. وبالتالي هو دول الوضعين بتوعنا. لما بنيجي نكتبهم بنكتبهم كده بامب بي اي وتي، يعني البامب متوصله بايه؟ يعني البامب متوصله بالدايره، وتي لوحدها والتانك لوحده. اللي فوق بي البامب لوحدها، اي تي اي تي يعني الدايره هي اللي بتفرغ الفلويد بتاع التانك. ده بنكتبه اللي عندنا. الرمز عندنا اهو، ادي البامب لو انت شايفها، معلش ادي البامب متوصله بالدايره، البامب متوصله بالدايره، والرمز اللي فوق ان الدايره هي اللي متوصله بالتانك اللي عندنا. ده يمثل صمام 3 2. بنستخدمه في ايه الصمام ده بقى؟ بنستخدمه في سنجل اكتنج سلندر. سنجل اكتنج سلندر يعني ايه؟ احدى السلندر اللي احنا شفناها اللي بتعمل شوت اكستنشن وشوت ريتراكشن، دي بيسموها دبل اكتنج سلندر، ان انت بتستغل البامب عشان تشغل المشوارين بتوع السلندر اللي هي سنجل اللي هي شوت اكستنشن وشوت ريتراكشن. امال سنجل اكتنج سلندر يعني ايه؟ ان انت بتستغل البامب عشان تعمل شوط واحد بس، وتعتمد على حاجه ثانيه غير البامب في الشوط الثاني. فبيقول لك لو عندك سنجل اكتنج سلندر، سلندر فيها بيستون والبيستون ده متوصل على الرود وموجود هنا سبرينج، في سبرينج عندنا في الموضوع، وانت عاوز تشغل البيستون ده في شوط الاكستنشن، فتجيب الصمام ثلاثي الفتحات تشغل البامب توصلها بالسلندر، يقوم يضغط على البيستون يحرك البيستون في شوط الاكستنشن. ده هو يمثل الشوط الاولاني. الشوط الثاني اعمل ايه؟ الشوط الثاني اقفل على الترومبه، الترومبه مالهاش علاقه بالموضوع، افصل الترومبه، وبعدين لما افصل الترومبه البيستون ده السبرينج ده هو سبرينج مضغوط بيبذل قوه عشان خاطر ترجع البيستون في شوط الاكستنشن تاني، فالفلويد اللي يرجع يرجع ويروح للتانك تاني. يبقى بنعتمد على البامب في شوط الاكستنشن بينما بنعتمد على السبرينج في شوط الريتراكشن. بيسموها سنجل اكتنج سلندر، سلندر بنعتمد فيها على البامب على شوط واحد بس. الصمام بقى المهم خالص واللي موجود هو صمام 4 2، صمام رباعي الفتحات لكن بياخد وضعين، 4 فتحات، فتحه للبامب اسمها بي وفتحه للتانك اسمها تي، وفتحتين للدايره اي وبي، فتحه للبامب اسمها بي وفتحه للتانك اسمها تي،
وفتحتين للدايرة اسمهم A و B، ودايما الترومبة شغالة باستمرار، يا إما الترومبة متوصلة بالفتحة B يا إما الترومبة متوصلة بالفتحة A، وده هو السلندر اللي عندنا اللي كانت شوط اكستنشن وشوط ريتراكشن. ده الوضع الأولاني، البامب متوصلة بالفتحة B، يبقى أكيد الفتحة A بتاعت الدايرة متوصلة بالتانية. تقوم البامب بتشغل الفرع A واللي في الفرع A الفرع B واللي في الفرع A فلويد يرجع للتانك تاني. الرمز بتاعها اهو، البامب متوصل مع الـ A بينما الـ B هو اللي متوصل مع التانك. البامب متوصلة بالفرع B بينما البامب متوصلة بالفرع B بينما الفرع A متوصل بالتانك. اقلب، البامب متوصلة بالفرع B بينما الـ A متوصلة بالتانك. البامب متوصلة بالفرع B، البامب متوصلة بالفرع B بينما الفرع A متوصل بالتانك. هو ده الوضع الأولاني. الوضع الثاني، البامب متوصلة بالفرع A بينما الفرع B هو اللي متوصل بالتانك. البامب متوصلة بالفرع A بينما الفرع B هو اللي متوصل بالتانك. يبقى البامب متوصلة بالفرع A بينما الفرع B هو اللي متوصل بالتانك اللي عندنا. دول الوضعين بتاع الصمام رباعي الفتحات. الصمام رباعي الفتحات ان البامب متوصله بفتحه اسمها B، يبقى الفرع A متوصل بالتانك. البامب متوصله ب B، يبقى الفرع A متوصل بالتانك. اقلب، البامب متوصله بالفتحه A، يبقى الفتحه B متوصله بالتانك. البامب متوصلة بالفتحة A، يبقى الفتحة B متوصلة بالتانك. وده الرمز بتاع الصمام 4-2، بس الكلام ده طبعا في حالة ان انت عندك بامب بتغير وضعها نتيجة تغيير وضع الصمام. بنستخدمه في كل حاجة. ده بقى هو ده الصمام اللي عندنا، ده رايح للتانك وده رايح للتانك. دي فتحة البامب، دايما هو الضغط الأعلى، والاثنين دول هم الفتحتين المتوصلين بالدايره. الاثنين اللي عندنا دول هم الفتحتين المتوصلين بالدايره. ادي البامب اللي عندي بتطلع فلو، واللي ده الفتحتين دول متوصلين بالتانك، ودي الفرع A وده الفرع B. قول لي بقى انت عايز تحرك البستون اللي فوق ده حركه في انهي اتجاه؟ لو عاوز تحركها في شوط الاكستنشن تمشي كده، يبقى البامب دي تتوصل بالفرع A والفرع B هو اللي يتوصل بالتانك. طب انت لو عاوز تحرك البستون ده في شوط الريتراكشن، يبقى البامب تتوصل بالفتحه B والفرع A هو اللي يتوصل بالتانك. ادي الوضع الاولاني، شوط الاكستنشن، البامب هتدخل الفلو على الفرع A اللي هيضغط على البستون عشان يزق الرد في شوط اسمه شوط الاكستنشن، والفلويد اللي كان موجود هنا في الفرع B هيرجع عشان يروح التانك تاني. ده المشوار الاولاني. اما عن المشوار التاني، فإن البامب متوصلة بالفتحة B عشان نعمل شوط اسمه شوط الريتراكشن، والفلويد اللي هنا يرجع في الفتحة A عشان يروح للتانك. صمام 4-2، وده أهم صمام عندنا، وهو ده اللي موجود في الدوائر الهيدروليكية. صمام 4-2، أربع فتحات للصمام، فتحة للبامب وفتحة للتانك وفتحتين متوصلين بالدايرة اللي هي هنا تمثل الاكتويتر. هو ده شكل الصمام اللي عندي. البامب متوصلة ب B، يبقى الـ A متوصلة بالتانك. البامب متوصلة ب A، يبقى أكيد الـ B متوصلة بالتانك اللي عندي. ده هو يمثل الصمام رباعي الفتحات، بيستخدم في كل حاجة بقى. هو موجود في الدايرة كلها، بس تاخد بالك إن الرمز ده هو الرمز اللي عندنا، معناه ان البامب متوصلة ب بي وفرع ايه من الدايرة متوصل بالتانك. اقلب، البامب متوصلة ب ايه والفرع ب متوصل بالتانك. بيشتغل في الدبل اكتنج سلندر اللي هي شوط الاكستنشن وشوط الريتراكشن، فيها بنعتمد على البامب عشان خاطر نشغل الاسطوانة في المشوارين اللي عندنا، شوط الاكستنشن وشوط الريتراكشن. دي هي البامب اللي عندي، ودي فتحة اسمها B متوصلة بالسلندر، ودي فتحة اسمها A متوصلة بالتانك. لما الفلويد البامب يطلع، الفلويد يطلع من البامب يخش الفتحة B، يبقى ده معناه الفلويد هيدخل من هنا، يبقى ده شوط اسمه شوط الاكستنشن.
ولو ردت التوصيل يبقى الشوط بتاعنا اسمه شوط الريتراكشن. يبقى ده اسمه ده هو هولد، ده صمام مفصول تماما، لا هو بيشتغل اكستنشن ولا هو بيشتغل ريتراكشن. لو انت عملت التوصيل البامب متوصله بالفرع الثاني اللي هو بي، يبقى ده شوط اسمه شوط الريتراكشن، يبقى الفلويد النهائي ده هيرجع التانك تاني. لو قلبت توصيله الصمام يبقى ده شوط اسمه شوط الاكستنشن. ده يمثل الصمام رباعي الفتحات، اسمه صمام 4-2-4 فتحات، لكنه بياخد وضعين، وضع الاكستنشن ووضع الريتراكشن. ساعات بنستخدم حاجه اسمها السولونويد فالف. السولونويد فالف ده صمام بس بيعتمد على الكهرباء، صمام كهربي، الكتريكال سولونويد فالف ده صمام كهربي بيعتمد على قاعده فليمنج لليد اليمنى، اللي هو لو انت مررت كهرباء في مجال او في ملف بيتولد مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده بيعمل قوه بتاع ادفاع الصمام اللي او الجسم اللي عندك. قاعده اليد اليمنى يقول لك واحده لاتجاه القوه، واحده لاتجاه المجال المغناطيسي، واحده لاتجاه التيار الكهربي. فبيقول لك السولونويد فالف عباره عن رود او واير موجود في ماجنتيك فيلد في مجال مغناطيسي. اول ما تمرر كهرباء في الرد اللي عندك اهو بيتولد كويل حوالين كويل ملف مغناطيسي، بيتولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ده بيعمل قوه دفع. فلو عاوز تحرك الصمام بتوجه القوه بحيث تحرك الصمام في الاتجاه اللي انت عايزه. وطبعا دي هي الصمامات الموجوده الحديثه، لان الكنترول فيه بيبقى عالي والدقه بتاعته بتبقى عاليه، عشان كده بتلاقي ثمنه بيبقى غالي. ده هو الصمام السولونويد فالف، عباره عن رود، عندنا رود اهو حوالين منه ملف، الملف ده بنمرر فيه تيار كهربي، التيار الكهربي ده اول ما بيمر في الملف فبيتولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ده بيولد فورس، الفورس دي هي اللي بتدفع البستون ده حركه ناحيه اليمين او الحركه ناحيه الشمال، وبالتالي تغير وضع التوصيلات فتغير حركه او وضع الصمام فتغير التوصيله بتاعت الصمام، اسمه سولونويد فالف. سولونويد فالف يعني صمام بيشتغل بالطاقه الكهربيه، يعني لازم مصدر للتيار الكهربي يكون موجود في الدايره اللي عندنا. وده يعني ما عندناش تفاصيل عنه كتير، مش عايزينه في حاجه، لان ده صمام بيبقى جاي جاهز على بعضيه كده، ما فيهوش توصيلات ولا حاجه. نان ريتيرن فالف، ده صمام مهم بقى. نان ريتيرن فالف صمام عدم الرجوع، وعدم الرجوع بتاع الفلو، وده دايما نحطه على مخرج البامب. نيجي عند مخرج البامب اللي عندي ونركب صمام عدم رجوع. عدم رجوع يعني ايه؟ يعني يسمح بخروج الفلو من البامب الى الدايره ولا يسمح بالعوده مره اخرى. يسمح بخروج الفلو من البامب الى الدايره ولا يسمح بالعوده مره اخرى. ده يتم ازاي؟ ده رمز الصمام اللي عندنا الاول. هنا دي عباره عن جسم وصلب، وهنا كوره. لو الفلويد جاي من هنا الكوره بتقفل الجزء ده مفيش سريان، انما النوع التاني الناحيه التانيه هي اللي بيسمح بيها السريان. تعال نشوف الرسمه دي اوضح شويه. بيقول كده انا عندي سبرينج متركب على قطعه قفل بيسموها بلاك بتقفل الفتحه اللي عندنا، والفلويد اللي جاي من البامب دايما جاي بي واحد من عند البامب. لما بي واحد ده يكون ضغط عالي فيضغط على القطعه دي، يقوم يضغط السبرينج يقوم يفتح الفتحه في اتجاه في هذا الاتجاه. انما لو الفلويد كان جاي من هنا يقوم يضغط على قطعه القفل دي تقوم تقفل تماما الفتحه دي فلا يسمح بالعوده مره اخرى. يبقى الصمام ده هو عباره عن صمام بيسمح بالسريان من بي 1 لبي 2 ولا يسمح بالسريان من بي 2 لبي 1. الفكره بتاعته ان انت عندك سبرينج، والسبرينج ده متركب على قطعه بيسموها قطعه قفل بلاك بتقفل الفتحه بتاعت البامب. لو ان الفلويد جاي من هنا فيضغط على القطعه اللي عندنا هنا يقوم يزق القطعه دي تقوم تفتح الجزء ده لانه بيضغط السبرينج ويمشي السريان من بي 1 لبي 2.
لو ان الضغط كان جاي من هنا فالضغط اللي جاي من هنا بيحكم القفل بتاع القطعه دي وبالتالي لا يسمح بالعوده مره اخرى. الصمام ده بيسموه نون ريتيرن فولت، صمام عدم الرجوع، لانه بيسمح بسريان الفلو من عند بي واحد لبي اتنين ولا يسمح بالعوده مره اخرى. الحته دي هي الرمز اللي عندنا اللي هو ده، هي دي الدايره اللي عندنا وده السبرنج اللي عندي. فالفلويد لو جاي من هنا هيضغط القطعه دي على الجزء ده فمفيش سريان عندنا، بينما الفلويد لو جاي من هنا هيزق السبرنج وبالتالي يحرك يفتح الصمام اللي عندنا. ده هو وضع الصمام اللي عندنا. الصمام ده بقى له وضعين، وضع ان هو مفتوح لو الضغط هنا عالي يضغط على السبرنج يبقى السريان يمشي في هذا الاتجاه. الوضع الثاني لو انت كنت قافل ده فالفلويد جاي من هنا مستحيل طبعا انه يفتح الفتحه اللي عندنا دي. نون ريتيرن فالف، وساعات نسميه تشيك فالف. التشيك فالف بيقول لك تعالى ندرس اتزان، لو ان البي واحد اكبر من البي اتنين يبقى هنضغط الناحيه دي، بس ما تنساش ان احنا عندنا سبرنج كمان، ولما نضغط السبرنج بيتولد قوه في السبرنج اسمها اف سبرنج، يبقى لازم عشان نفتح دي لازم البي واحد يكون اكبر من مجموع البي اتنين زائد قوه السبرنج. في الحاله دي هنفتح الصمام وهيسري الفلو من بي واحد لبي اتنين. اما اذا جه الفلو بالعكس البي اتنين، فالبي اتنين لو اكبر من البي واحد ده معناه ان الفلو ده يضغط عشان يقفل الفتحه اللي عندنا دي وبالتالي لا يسمح بالسريان في الاتجاه من بي 2 الى بي 1. ده اسمه النون ريتيرن فالف. نون ريتيرن فالف بقى لو انا قلت لك انت بتركب نون ريتيرن فالف عند مخرج الترومبه، لو قلت لك يفتح امتى الصمام ده؟ يعني الترومبه دي تطلع فلويد بضغط كام عشان نقدر نفتح الصمام، فطلع القطعه دي ونعمل اتزان، عندك بي واحد في الاريا من هنا وعندك بي اتنين في الاريا من هنا وعندك كمان الكي في الاكس بتاعه السبرنج، فلما تيجي تعمل اتزان هيبقى عندك الاف سبرنج الكي في الاكس، الاف هيدروليك بي واحد ناقص بي اتنين في الاريا، هيطلع ان بي واحد ناقص بي اتنين هي الكي على الاريا في الاكس، بيسموها الكراك بريشر. الكراك بريشر هو الضغط اللي عند الصمام هيبدا يفتح، بيعتمد على السبرنج الكي بتاعته بكام، الاكس نوت انت كنت ضاغط السبرنج بكام في الاول، الاريا مساحه مقطع المدخل بتاع البستون او بتاع الترومبه اللي عندك اسمها الموبيت اريا. ده هو شكل الصمام، هو ده ادي الكوره اللي عندنا بتقفل وادي السبرنج. لو الفلويد جاي من هنا هيضغط كده تقوم الكوره دي تقفل الفتحه دي، لو الفلويد جاي من هنا هيضغط كده يقوم السبرنج يضغط ويعدي الفلو في هذا الاتجاه. دايما دايما الصمام بيركب عند مخرج الترومبه يسمح بهروب الفلو من البامب الى الدايره ولا يسمح بعودة الفلو من الدايرة إلى البامب مرة أخرى، وده الرمز بتاعه. الفلويد طالع من هنا هو ده الرمز بتاعه، دايما دايما الفلويد بيمشي في هذا الاتجاه، إنما ناحية السبرنج دي مستحيل تدينا فلويد في اتجاه البامب اللي عندي. يبقى هنا نون ريتيرن فالف وكمان دايركشن كنترول فالف. الصمام ده صمام أمان الترومبة، يعني إحنا بنحطه عشان نطمن ان الترومبه لو توقفت عن العمل الفلويد مش هيرجع تاني من الدايره عشان يروح على الترومبه مره. ده كان شابتر 6 اللي كان بيتكلم عن الدايركشنال كنترول فالف. الدايركشنال كنترول فالف اهم ما فيهم حاجتين، الصمام 4-2 اللي احنا دايما بنستخدمه مع دبل اكتنج سلندر اللي هو بيغير شوط الاكستنشن الى شوط الريتراكشن. رقم 2 الصمام الثاني هو النون ريتيرن فالف اللي دايما نحطه عند مخرج الترومبه عشان نضمن عوده الفلو مره اخرى الى الترومبه. ده هو الجزء الاولاني او كان الشابتر الاولاني اللي هو شابتر 6.
شابتر 6 كان اول نوع من السمار. ان شاء الله المحاضره اللي جايه نكمل النوع الثاني اللي هو البريشر كنترول فالف، كمان الفلو كنترول فالف. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.